اهلا بحضراتكم، حلقه جديده والقاهره تكاتب من زينه طعم البيوت. واعتقد ان كل مره من خلال هذه الفتره ساعه ونص مع حضراتكم على الهواء دايما بنخرج من كل حلقه وبكل حلقه بكل ما يفيد كل فرد من افراد الاسره المصريه. فاهلا بحضراتكم معانا ومعايا دينا. ازيك يا دينا؟ اهلا بيكي يا نفين، وحلقه جديده من زينه بطعم البيوت على مدار ساعه ونص بنتكلم في كل الموضوعات اللي بتخص الاسره المصريه، وبنتكلم في كل ما هو جديد كمان بيحصل في بلدنا. هيكون اعتقد من الموضوعات المهمه جدا وفيها نوع من انواع التحدي يا جماعه، مش عايزه اقول حرب الجيل الخامس، ولو في سادس وسابع وثامن، طول ما احنا عايشين على مر الزمان من زمان جدا دايما بنلاقي اكبر خطر بيهدد اي مجتمع، وهو الشائعات. شائعات بتهد بلاد، وشائعات بتقوم بلاد، وبتهدم مجتمعات، وبتهدم اسر كلها من شائعة واحدة. لكن احنا مع السوشيال ميديا، مع الانفتاح اللي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي، خلتنا بعضنا بيصدق كتير من هذه الشائعات. خطر الموضوع ده ممكن يعني ينقلب علينا على المستوى الشخصي، مستوى الأسري، مستوى المجتمعي. خلي بالنا قوي النهاردة إن شاء الله هنشوف ماذا عن أخطار الشائعة، ممكن تعمل إيه في الأمم الحقيقة من خلال رؤية أو بعيون الصحافة. الحقيقة أن الفقرة اللي معايا النهاردة هي فقرة مهمة جدا وهنتكلم فيها في كل تفاصيلها، وهو حرص القيادة السياسية على التنمية في الصعيد في كافة المجالات، في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، في المجال البيئي، وإنشاء مشروعات قومية علشان تنمي بيها المواطن في الصعيد، وده بقى موجود على أرض الواقع. هنتكلم عن أهم المشروعات القومية اللي بتتم في الصعيد طبعا لصالح المواطن في الصعيد. ده هيكون الفقرة بتاعتي. أعتقد أن الموضوعات كلها كل مرة بنحاول نقدم لحضراتكم كل ما يشغل بالكم، والكمان اللي مش بيشغل بالكم بنحاول نعرفكم كل ما هو جديد من مشروعات قومية، من موضوعات، من قضايا. وبالتالي تأتي هذه الفقرة الحقيقة واحنا بنتكلم عن فترة المراهقة. اتكلمنا كتير عن فترة المراهقة، ولكن هنتكلم عن جزئية إدمان بعض الشباب في هذه المرحلة السنية. عايزين نقول ولاد ولا بنات، يعني نقول مين أكتر أو أكثر جذبا لنقول السوشيال ميديا والتليفونات والالتصاق بهذا العالم الافتراضي، ومدى خطورة هذا الالتصاق او هذا او هذه الحياة اللي احنا بنصنعها بايدينا، وبنحس في الاخر ان احنا عايشين في كل حاجة في حياتنا عالم افتراضي. ايه التأثيرات السلبية اكتر ما في هذه الفقرة يا جماعة؟ امتى ابني او بنتي لما يعملوا خطأ يرجعوا لي؟ فهنا نتكلم عن اهم حاجة، الجسر او التواصل والحوار، اهمية الحوار بيننا وبين ابنائنا عشان ما يخافوش مننا ويطلعوا يقولوا للغرب او يعملوا حاجة ممكن تضر بحياتهم وبصحتهم. الحقيقة الفقرة دي هتكون مهمة جدا، لأن طبعا يعني أغلبنا دلوقتي للأسف بقى يستخدم التكنولوجيا ويستخدم طبعا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يعني مش مظبوط قوي، وبناخد منه السلبيات أكتر من الإيجابيات، فمحتاجين إحنا نتعامل بشكل مظبوط. حضراتكم معقولة فقرات هذه الحلقة، وإذا كنا بنتكلم عن فعلا الشائعات وبنلاقيها زي بنقول قنابل موقوتة دائمة، بس بتطلع إمتى؟ وازاي ان او ان الانسان يقدر يتفاعل مع هذه الشائعات ويعتبرها انها قنابل موقوته؟ لان احنا لن ابدا او لن تفنى هذه الوسيله اللي بتهد اسر وبتهد مجتمعات، وبتمثل كمان خطر شديد جدا جدا على الامم وبالتالي على العالم. تعالوا النهارده نشوف برؤيه الصحافه، بعيون الصحافه، اين نحن من الشائعات، وكيف نواجه مثل هذه الحروب سواء الرابع او الخامس، او ما هو قادم ان شاء الله من خلال هذا الوعي منذ اطلاق سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عام الوعي. معنا كاتبة صحفية الأستاذة عبير زاهر، طبعا برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا، صباحك يا استاذة نبيل. يمكن هذا الامر وهذه المقدمة لدينا الكثير من كل تفاصيل لهذا الامر، عايزين نقول نعرف ايه هي الشائعة، وهل في انواع بدأنا ندخل فيها ونتفاعل رغم هذا الانفتاح يا فندم؟ بداية انا بشكركم على الدعوة الكريمة. الحقيقة انه الشائعة دي مدمرة، فحضرتك الشائعات اساسا معناها باختصار هي لا اكتر من تعريف واكتر من معنى، او يعني هي عباره عن اخبار مزيفه، عبارات مزيفه بيريد بها طبعا في انسان بيقولها علشان يدمر بيها سواء اشخاص، وممكن توصل لان هي بتدمر بلاد او شعوب. فالحقيقه عبارات مزيفه وراءها اغراض. في طبعا الشائعات دي في منها انواع كتيره، في شائعات انواعها نوع اقتصادي، نوع شخصي، مادي، في اكتر من نوع من انواع الشائعات.
يعني الحقيقه بتكون مقصود بيها هدف معين. يعني في شائعات سياسيه مثلا حصلت في من عده سنوات، على سبيل المثال الرئيس كانوا بيقولوا ان هو هرب من ليبيا، طبعا ما كانش هرب من ليبيا، فطلع بصوره علشان يحطها ويقول قدام سيارته وقدام مكانه ان انا موجوده اهو في ليبيا. ففي شائعه بتدمر بلاد، يعني مش بتدمر اسره بس ولو ان الاسره هي لبنه المجتمع معروف. فكمان في شائعات تانية اهدافها ماديه، في شائعه في 2009 كانت مثلا في السعوديه على سبيل المثال اطلقت لاغراض ماديه، انه مكان الخياطه اللي احنا عارفينه العادي بتاع الست البيت ده، انه مكان خياطه سنجر مثلا ده فيه زئبق احمر. أي. فبالتالي تهافت الناس عليه وبقت بتتباع بمئات الالاف علشان بقى زئبق احمر وفلوس كتيره. في اشاعات تانية خاصه بالمشاهير، في اشاعات تانية بتستهدف اقتصاد، بس الاشاعات يمكن اللي بتستهدف اقتصاد صنفت لحاجتين اتنين. في إشاعة عشان يقيسوا درجة رد الفعل بتاع الأسواق أو الإشاعة مثلا اللي هتتقال دي رد فعلها إيه، وفي إشاعة مدمرة ممكن تيجي تدمر تعمل يعني طبعا هي أكترها كاذبة أو غالبيتها كاذبة فبتدمر المجتمع. من الإشاعات دي بيستهدفها إنسان مغرض، أو في إشاعات على فكرة بتدمر جهات مغرضة، جهات مغرضة سواء على المستوى الفردي أو على مستوى أكبر من كده، بس اللي بيطلقها هو إنسان. في على فكرة يعني برضو الإشاعة الشخصية في نوع اسمه طبعا. إشاعة شخصية شخصية دي علشان تدمر شخص معين، وده موجود يا أستاذة نيفين، موجود دلوقتي بكثرة، اللي هو اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا وكل مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هو بيستهدف يمكن بناتنا أو فتياتنا في الفترة الأخيرة من ابتزاز مادي من غير ذلك، ويشهر مثلا ببنته وسمع لدرجة أنه احنا سمعنا كتير قوي عن الفتيات اللي بتنتحر بالحبة السوداء أو الحاجات دي. أعتقد هذه الصور أستاذ عبير يعني أنا شايفة أنه خطر داهم، وأنا بأطلق عليه خطر داهم. ليه؟ لأنه بيتلون وبيتنوع وبيشوف أدخل فين وإمتى وإزاي عشان أدمر، سواء مجتمع، سواء أدمر كمان وعي، سواء أدمر فكر. وبالتالي هنا لابد أن احنا يعني نبرز نقوص المواطنين. احنا دلوقتي في عالم غلاء على مستوى العالم، تمام. وبالتالي هذا التحدي بيتيح الفرص أمام الجميع أن هو يعني نقول يخوف، يرعب الشعوب، ده الحياة هتبقى أكتر، ده مش هيبقى فيه مية، مش هيبقى فيه مواد غذائية، وده اللي بيتلعب في هذه الأونة. شايفة دورنا كإعلام وكصحافة في هذا الأمر بالتحديد لتهدئة الشعوب، وأعتقد أنه هو نوع من أنواع الأمن الفكري والذي يبدأ بهذا الوقت. هو المستهدف للشائعات مستهدف ترويع الأفراد وعدم وجود سلم وأمن اجتماعي وبالتالي ولا استقرار، وبالتالي هو بيدخل على جزئية تدمير نفسي. عشان كده الجزئية دي بتلعب على المشاعر بتاعة المواطنين. يعني استقرار الوطن أو استقرار أي بلد من استقرار مواطنين شعبه. فبالتالي هو لما بيخش القاصد أو الإنسان اللي بيعمل الشائعات بيبقى قاصد يدمر أشخاص، أو بالتالي لو زادت الأمور بيبقى قاصد يدمر مجتمع. في الحالة دي احنا محتاجين حاجات كتير قوي، والدور المهم قوي في مؤسسات كتيرة أستاذة نيفين محتاجة ان هي تقف وقفة حاسمة، بس على رأسها الإعلام. الإعلام مهم جدا، لأن الإعلام موجود في كل من احنا يمكن بنتنفس إعلام، بنفتح تلفزيون، راديو طبعا، او حتى الصحافة المقروءة، الصحافة طبعا لا خلاف، خاصة انه في دلوقتي الشغل اللي هو الاونلاين، فالناس ما عادش بقى الجورنال الورقي والحاجات دي انسحبت بنسبة كبيرة. يعني بعض الإصدارات كمان اتلغت زي ما حضرتك عارفة. وبالتالي احنا عايزين نخلي الوعي هو نمرة واحد، علشان لما نبث في المجتمع جرعة كبيرة من الوعي يبقى احنا كده بنقول لهم احترسوا من الحروب اللي هي اولا هي حروب نفسية زي ما احنا قلنا، وان هم يستعدوا لان هم يستخدموا التكنولوجيا باسلوب مظبوط جدا، لانه النهارده التكنولوجيا دي ثورة كبيرة جدا، وكل يوم زي ما حضرتك كنت قلتي كل يوم في حروب، مش بس رابع وخامس ولا جيل رابع وخامس، كل يوم في هيبقى في تطور طبعا. فاحنا هنا لازم من اهم المستعدين بقى مستعدين، هو عشان كده السيد الرئيس كان بيأكد على الأمن الفكري والوعي.
هو ده التحدي الأكبر. يمكن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يجازيه خير على المستوى الإنساني وعلى مستوى الوطن، هو بيعمل جهود جبارة، وطبعا زي ما حضرتك عارفة والكل بيشوف على بالتوازي في ألف مشروع، في أكتر من حاجة فيه اهتمام. الرئيس مش راضي عن الجرعة التعليمية أو نظام التعليم، وبيقول عايز الجرعة الثقافية. كل ده مع بعضه حاجات كتيرة، يعني حاجات يعني أعتقد أنها تندرج، ولو كلنا نفكر نفسنا أو بعضينا بهذا الاهتمام، هذه الرعاية ببناء الإنسان. هو بناء الإنسان لا خلاف، تعبير رائع من حضرتك. هو بناء الإنسان، اتبنى الإنسان صح يبقى كل حاجة هتبقى مظبوطة. حضرتك في دول إحنا بإذن الله ماشيين في طريق مع سيادة الرئيس في طريق للأفضل، ولكن إحنا محتاجين نصح أهمها. أنا عايزة جرعة دينية مظبوطة قوي، محترمة قوي، وسطية بتاع الدينة متزنة علشان دي بتخلي الدين والأخلاق في المستوى في الاتجاه السليم. محتاجين الجرعة الوعي الخاصة بالإعلام بكل أنواعه تكون مقدمة بشكل مظبوط برضو، بعيدا عن في 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 جهات إعلامية أخرى بتبث أفكار مغلوطة. هي في هنا أجندات بقى بالضبط. فإحنا عشان كده لما بنقول أو بنهتم بدرجة الوعي، الوعي بالنسبة للمواطن هو ده اللي خليه متسلح. الثقافة مهمة جدا، الثقافة التوعوية. الثقافة التوعوية حضرتك لابد في أماكن، إحنا مش بنتكلم على القاهرة الكبرى أو حتى اسكندرية أو في أماكن بعيدة، صعيد، ريف، مش واصل له الجرعة التثقيفية مظبوطة. لا، دول ولاد مصر، والمفروض الجرعة التثقيفية توصل لهم بشكل، عايز أقول لحضرتك، بشكل مكثف كمان. لأن هم محتاجين اللي يشغل فراغهم كمان. عايزين نقضي على بطالة، لأن البطالة دي فراغ بيخليهم يلعبوا بقى في الموبايل ويقولوا ويستهدفوا فتيات ويستهدفوا وطن ويستهدفوا استقرار. تمام. وكل الحاجات دي في الآخر بتيجي على بلدنا أو بتيجي علينا، لأن احنا كلنا حاجة واحدة، بلدنا في الاتجاه الصح إذا احنا في أمان. فمن هنا برضو في حاجة مهمة قوي، حتة الجهل، لأن الجهل مش بس قراية وكتابة. لا 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 طبعا. لا طبعا، على فكرة في ناس مش متعلمين تعليم مهم يعني، لكنهم عندهم وعي وبيثقفوا نفسهم بنفسهم. النهاردة الناس الكبار اللي تعدوا سن المعاش حضرتك، بما أنهم ماسكين موبايلات وحاجات جديدة بقى وحديثة وتاتش وكلام من ده، فبدأوا يتعلموا علشان يسيروا الحياة. احنا محتاجين بقى الجرعة، هي يا أستاذة نيفين الجرعة التكنولوجية. لو تسمحي لي مش هقول اسماء برامج، بس على قناه من القنوات. أيوة، معرفش أيوة. ينفع ولا على سبيل المثال، على سبيل المثال بعض البرامج، في حد بيقدم جرعه خاصه بالتكنولوجيا والموبايل والاخطار والكاميرا ايه، وخلي بالك ايه، على شيء ممكن تتصور، ممكن ما تحطيش صور يعني فيها براح شويه على موبايلك، ممكن حاجات زي كده. محتاجين احنا خاصه في مسبيرو بيت الاعلام الوطني اللي هو علم العالم كله، محتاجين اكيد في برامج بس مساحتها بسيطه. محتاجين يكون في اكثر من برنامج علشان يفهم. انا يعني انا صحفيه وحضرتك اعلاميه، بس يعني اكيد الجرعه التكنولوجيه عندنا مش والله كفايه. والله احنا عندنا في القناه الثانيه يعني الحقيقه في برنامج خاص بالتكنولوجي بكل تفاصيله الحقيقه. جميل. محتاجين ده كتير قوي علشان خاطر لما اللي يمسك موبايل اي حد يبقى عارف مخاطره قبل استخداماته والحاجات طبعاً المفيده فيه. هو طبعا فكره التنويه اكتر في لمثل هذه البرامج، اعتقد ده برضه هيبقى شيء مهم. وباكد ان احنا يعني ما تصدقش وما تقلقش، ولو قالوا ان ما فيش فايده فينا وما شفناش ابدا حاجه عايده علينا مهما رحنا ومهما جينا، هنشوف يا ترى ايه اللي هيحصل لما نسمع الكلام ده، وهنشوف ايه الحل في اغانينا الوطنيه الجميله اللي بتبعت لنا رسائل. وهرجع لكم مره ثانيه عشان نصل ايه هو العاجل ده. لكن عندنا يا جماعه دلوقتي مصادر، وعندنا اماكن، وعندنا هيئات نقول مصادر موثوق فيها وبيها، عشان نرجع بسرعه لهذه المصادر عشان ناكد هل هذه الشائعه او هذا الخبر صحيح او بتقوم بنفي هذا الخبر. استاذ عبير، ماذا عن هذا؟ والله الحقيقه انه تطبيقا لكلام حضرتك، احنا عندنا جهه مهمه جدا، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، على طول بيطلع البيانات بتاعته اللي هي بينفي اي شائعه بتطلع مش في محلها، وده شيء مهم جدا وده شيء اكثر من رائع الحقيقه. قايمين بجهد كبير جدا
يعني كتير زي ما حضرتك عارفه مع اشاعات بتطلع وبتستهدف البلد وبتستهدف اقتصاد البلد وبتستهدف اي تطور واي يعني تقدم بيحصل في البلد، رغم ان مش عارفه ليه الجحود ده، خاصه ان البلد فيها حاجات كتير بتتعمل فوق الطاقه. فالحقيقه بيطلع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ودائما الشجره المثمره طبعا بتقصف على طول بس خلاص، بس سواء بتنزل بقى حواليها جنبها جارها ممكن قاعد تحتيها، لكن تبقى بقى نفس غير سويه مستهدفه طبعا. ودايما الحد الناجح هو مستهدف بالزبط. الفاشل اللي هيستهدف فيه. فالحقيقه خطوه اكثر من رائعه، يبقى لها فتره شغاله. كمان في التطبيق الموبايل، هم منزلين برضو التطبيق على الموبايل، ان هو حضرتك وانت قاعده تقدري تعرفي تستخدمي الموبايل في انك تعرفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بيقول ايه، او بينفي الاشاعه دي، او بيقول ان هي مظبوطه او مش مظبوطه. فده شيء اكثر من رائع، واحنا بنشكر هذه الجهات يا فندم. حرص هذه الجهات شايفاها قد ايه حريصه فعلا، حريصه زي ما انا قلت هذه شعيه بتبقى في مكمن، هي وبالتالي لابد ان نكون نحن في مأمن. بالظبط، احنا هنبقى في مأمن بالخطوه دي. وفي خطوه كمان مطلوبه من زمان قوي وبنطالب بيها بقالنا فتره، اللي هي اتاحه المعلومات. القوانين اللي هي بتصدر باتاحه المعلومات، ان تبقى المعلومه طالعه من الدوله من الجهه الرسميه الصحيحه، اللي يعني اي شك واي كلام يطلع خلاص ينفى في حينه بالزبط. او يضحط في حينه. ليه؟ لانه الدوله هي المصدر الاساسي واللي بتطلع لي المعلومه. زي على سبيل المثال دعم اتخاذ القرار، اصدار برضو القوانين الجديده بالزبط. بيبقى برضو فيها شائعات يا فندم بتبلبل المجتمع، فلابد ان احنا نعود به المصادر، لابد ان على وجه السرعه انه يصدر القوانين الخاصه باتاحه المعلومات. علشان اتاحه المعلومات دي حضرتك وانت بتدوري عايزه تعملي حاجه البرنامج ترجعي على طول للمصدر الخاص بالكلام، اللي هو الدوله او الجهه الحكوميه او المنظمه الحكوميه، تاخدي منها المعلومه خلاص. ما حدش يقدر بقى يغلط في معلومه ويقولها. بس في حاجه مهمه قوي برضو استاذه نيفين، انه احنا دلوقتي القوانين على فكره احنا عرفنا ان الشائعات فيها عقوبه، في عقوبه للشائعات. القانون 188 من العقوبات المصري وغيره بيدي عقوبات، بس احنا محتاجين حاجتين اتنين بعد اذنك مهمين جدا. موجه لسياده وزير الداخليه، لانه دي حاجات انا لمستها من ارض الواقع وبتكلم فيها. الاداره الخاصه بالتواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات، في جزئيه فيها يعني هي بيعملوا جهد اكثر من رائع على مستوى الجمهوريه. أيوة. بفروعها. أيوة. لكن في جزئيه بيطلع البيان او التقرير يقول لم يستدل على الفيسبوك او على الصفحه. أيوة. دي بعد الناس ما يتشهر بيها والفتيات حضرتك تقصدي الجزئيه الخاصه بمباحث الانترنت. تمام. فالمفروض يكون في يعني تاكيد. طب. على الجزئيه دي، لان بتضيع الجزء الثاني لسياده وزير العدل، انه القضاء المصري الراقي والرائع. الاحكام اللي بتطلع احكام اقل من النص المنصوص عليها في القانون. تمام. وايضا قد في معارضه او استئناف يتشال بعض الاحكام، وبالتالي الناس اللي اتهانت وشرفها ويقتلوا في ناس. أيوة. في عقول لسه كده بيقتلوا اولادهم او اولادهم بينتحروا. أيوة. فاحنا عايزين عند سياده وزير العدل وسياده وزير الداخليه. نعم. يتم الضغط على الجزئيتين دول، علشان كلما غلظت القوانين في هذا الامر كلما كان مرتقب الواقع في ردع استاذ عبير زاهر. طبعا ان اكيد احنا لو قعدنا مع حضرتك اكتر يعني يعني بشكرك على وجودك معانا. لو قعدنا كتير مع بعض هنتكلم عن موضوعات هامه جدا. بس ما تنسيش المرأة بقى، احنا في شهر المرأة. اكيد طبعا. لا ان شاء كل امراه ان شاء الله في الاسبوع القادم، وكل يوم على فكره مش الاسبوع القادم بس، احنا يعني بدانا مارس. لا طبعا من اول هذا الشهر بدات المراه دي على راسنا من فوق، مش عشان متحيزين، لا ستظل راسنا. طب انا عايزه اقول للرئيس حاجه بقى في نص دقيقه في ربع دقيقه. يا سياده الرئيس، انا بقيت ام بعد 20 سنه، يا ريت احضر اي احتفاليه للام، لان انا متشكره على تكريمك للام وسعيده جدا باحترامك وتقديرك فوق الوصف للام. أيوة. انا عايزه احضر مع حضرتك بقى لقاء للام بعد 20 سنه بقيت ام. كل سنه شكرا للقناه الثانيه والله. كل سنه وانت طيبه، كل سنه طيبه يا حبيبتي، منوره في مكانك. شكرا. كمان ودي بصمه في مجتمعك وفي بيتك وفي اسرتك، وان شاء الله كلكم بخير ومزيد توفيق بخير ان شاء الله. مشاهدينا طبعا ننتهي هذه الفقره. شكرا الخاص جدا والخالص جدا للام الجميله اللي معانا، والكاتبه الصحفيه استاذه عبير زاهر.